النصائح اللي ممكن نعطيها لجميع الناس في هذه الحالة تاعت الأزمة اللي عايشينها هو الالتزام. أول حاجة هو الالتزام بالبيوت والنظافة الشخصية، هو أهم، هو التكافل بيناتهم، هو الاحتواء العاطفي والاحتواء النفسي. هو ما يخصهمش يكتروا بزاف من الخوف، لأن الخوف حتى نكتروا منه تيولي ضد ديالنا، تندخلوا الحالة ديال القلق، ومن الحالة ديال القلق تندخلوا النرفزة، وتندخلوا الحالة ديال الكآبة، وتندخلوا الحزن، مما يؤدي إلى حالة الهلع. ولا تصابينا بحالة الهلع تيولي مشكل كبير، لأن من حالة الهلع تندخلوا للديزور أوردر ديال البانيك، وهو اضطراب الهلع اللي ممكن يدينا لأمراض أخرى. الأعراض حتى تفوت أكثر من العدد ديالها، لأن كي تنقولوا حنا واحد المثل المغربي تيقول اللي خاف نجا، غير ما نفوتوش هذاك المقياس ديال الخوف. حتى نفوتوا المقياس ديال الخوف تنوقعوا في حالة ديال التوتر، وحالة ديال التوتر تتعطينا حالة القلق العام، والحالة القلق العام تتعطينا إحباط مما يؤدي إلى الكآبة والاكتئاب. فديك الحالة تتنقص عندنا المناعة. إن فوات تتنقص عندنا المناعة كنا لياقين تولوا مسهلين الإصابة بأي مرض، لأن هذا هو المشكل. خاصنا نتعاملوا بهذه الأزمة. هي عرفنا حقيقة أن هذه الأزمة جديدة عندنا. كنا في وعد القديم كنا تنقولوا بان ممكن يوقع حروب، ممكن يوقع مشاكل اخرى، ولكن تش واحد في العالم ما عمره يفكر بان كان غيوقع هذا المشكل ديال الاوبئه، وهي انها شيء جديد. نعرفوا كيف نتعاملوا مع هذه الازمه هذه ديال الاوبئه، وهو ان خاصنا نتعاونوا مع الحكومه الرشيده ديالنا، مع النصائح ديال وزاره الصحه ديالنا، ونلتزموا بيوتنا، وباش ما كترناش الخروج ديالنا، باش ما تفادينا وحمينا نفسنا وحمينا الاحباء ديالنا وحمينا الوطن ديالنا. اذا في هذه الحاله كيف كل واحد كيتياخد يشوف هذه الازمه؟ كاين اللي تيشوفها بتوتر، كاين اللي تيشوفها بان الجلوس ديالو في البيت سلبي، كاين اللي تيشوف بان الجلوس ديالو في البيت عنده تضيق في الصدر، كاين اللي تيشوف بانه ارتياح. كل واحد خاصنا نشوف كي واحد كيقبض هذه الازمه وكيف خاصو يتعامل معها. تعاملتي معها مزيان بان حاله عاديه وغادي تمر، كن على يقين بانك الصحه النفسيه ديالك غادي تمر بسلام، لا ليك ولا للوليدات ولا للعائله ولا للدوي ديالك. تعاملتي معها بتوتر، كن على يقين ان غادي تختل هذه الازمه وغادي يصيبك الامراض النفسيه اخرى ديال الكرب بعد الصدمه، وغادي يصيبك اضطرابات في البانيك في العلع وفي الفزع، وغادي تولي بزز منك خاصك تمشي دير استشارات طبيه مع طبيب نفساني.